It's very important to fight Daesh. It's very important to combat terrorism in Syria. من المهم جدا محاربة داعش، من المهم جدا محاربة الإرهاب في سوريا، لكننا لن ننجح في مكافحة الإرهاب في سوريا إن لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل للشعب السوري. في الوقت عينه، أحد الأمور التي تغذي الإرهاب هو التعبير في بعض أجزاء من العالم عن مشاعر الإسلاموفوبيا والسياسات المعادية للإسلام وخطابات الكراهية الموجهة للإسلام. هذا أفضل دعم يمكن أن يستغله داعش في دعايته. تعلمون أنني كاثوليكي، والكاثوليك يؤمنون بالقيامة، لذلك إن ماتت محادثات السلام فيمكنها أن تقوم مرة أخرى، ونعتقد أنه يجب إحياؤها لسبب بسيط، هو وقف معاناة الشعب اليمني. Very simple reason, the suffering of the Yemeni people. تحدثنا عن خبرة المملكة مع الأمم المتحدة في عقد الخمسينات والستينات، التطرف، تحدثنا عن كيفية تفعيل مركز مكافحة الإرهاب. كما استمعت مع معالي في وزارة الخارجية.